أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألن عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر
إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أن لَكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم الفاتحة